لمن كان له قلب. تذكر يا عبد الله، تذكر يا عبد الله أنك بين يدي الله موقوف، وسيكلمك ربك، ليس بينك وبينه ترجمان. تنظر أيمن منك فلا ترى إلا ما قدمت، وتنظر أشأم منك فلا ترى إلا ما قدمت، تنظر أمامك فلا ترى إلا النار. فاتقوا النار عباد الله، فاتقوا النار عباد الله ولو بشق تمرة، فاتقوا النار عباد الله ولو بشق تمرة. ستقف وستسأل عن القليل والكثير، ستسأل عن الصغير والكبير، ستسأل عن العمر فيما أفنيته، ستسأل عن الشباب كيف قضيته، عن المال من أين اكتسبته وفيما أنفقته. لا تظن أن الحساب سيكون يسير. ستسأل عن الصلاة، عن الصلاة، عن الصلاة كيف أديتها، هل حفظتها. ستسأل عن الصوم والزكاة وعن كل صغيرة وكبيرة. سوف تسأل عن كل كلمة قلتها وسمعتها. ستسأل عن حقوق وواجبات وأوامر ومنهيات. إنه اليوم الذي لا يوم قبله ولا يوم بعده، وأمرنا بالاستعداد لذلك اليوم. فيه من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد دون ذلك فلا يلومن إلا نفسه.